كنشكروا جميع الحضور اليوم اللي نباو النداء ديال جميع الهيئات التمثيليه ديالهم سواء كانوا طلبه داخليين او مقيمين. هذا الحدث هذا اللي كتنظم على الصعيد الوطني تخليدا لذكرى المرحوم ياسين رشيد واستحضارا لروحه، فاحنا جينا اليوم باش نترحموا عليه. وهذه الوقفه ان شاء الله غادي نبداوها بواحد القراءه ديال سوره الفاتحه ترحما على روح ياسين رشيد. ياسين واحد الشخص اللي كانوا تجمعوا فيه الصفات اللي زوينين، كان انسان اللي كيلبي النداء ديال الزملاء ديالو، كان شخص متواضع طريف ضحوكي كيستجيب لاي واحد طلبه كيف ما كنقولوا حنا، كيقضي غرض مع الناس. ما كاينش شي واحد اللي غادي تقدر تسولو على المرحوم ويقولها فيه خيبه. هذا واحد من الاسباب اللي خلى ان جميع الناس اللي عرفوه او اللي سمعوا عليه يهضروا. لحقاش ماشي شي واحد اللي كنتي كتسنى منه رد فعل بحال هكا، خصوصا من الاشياء اللي كانت مغطيه بالستار واللي كانت وراء الفعل اللي قام به المرحوم. حنا جينا اليوم ما غاديش ندخلوا في هاد لي ديتاي، هاد التفاصيل، فالعائله ديالو تكلفت انها رفعت دعوه قضائيه، والقضاء غادي ياخذ المسار ديالو في التحقيق بناء على الادله والمعطيات المقدمه من العائله. وديك الساعه النتيجه ان شاء الله ملي غادي تبان. فاذا كان شي واحد مظلوم راه غياخذ حقه، واذا كان شي واحد ظالم راه غادي يتجازى. اللي جينا نهضروا عليه اليوم هو هذيك الغابه اللي بانت من مورا الشجره ديال ياسين فاش تحيدات، هذيك الغابه اللي مدرقه وبزاف الناس ساكتين عليها. انا اللي بغيت نطلب اولا من اللي كيتلقى الاحتجاجات ديال الطلبه وديال الاطباء اليوم انه ما يشخصنش الامور، فاحنا ما كنقصدو حتى شي واحد بشخصه ولا بالاسم ديالو. والمشكل ما عمره ما كان مع فرد اكثر مما هو مع منظومه اللي كتوضع هاد الناس في واحد الضغط على مستوى العالم، ماشي غير على مستوى المستشفى الجامعي، لدرجه انه دراسات دارت لقات بان معدلات الانتحار او محاولات الانتحار في صفوف الاطباء كتضاعف ثلاثه المرات مقارنه بالناس العاديين، يعني اللي ما كيعيشوش في الميدان الطبي. هذا الحد ذاته يقدر يوضح ويبين الخصوصيه ديال هذا الميدان والضغط اللي كيعيشوه الناس اللي فيه. اذا كانوا الناس كيجيو يشوفوا طبيب واحد، فطبيب واحد راه كيشوف 60 حتى 70 واحد، وفي هاد 70 هادو اذا كل واحد عطاك غير 5% من الهم والمشاكل اللي هاز، راك غادي تلقى راسك غادي تضار 300-400% ديال المشاكل اللي كتفوق الطاقه الاستيعابيه والتحمل ديال اي انسان عادي. كيف ما بغيتي تكون واحد الوقت غتهرس، غير هو كاين كل حاجه وكيفاش كتهرس. الدجاج ملي كيتهرس كيتشتت، العود ملي كيتهرس كيتقسم، والشجره ملي كتهرس كطيح. ربي ما خلقناش بحال بحال، كاين اللي كيتهرس وكيرجع اللور ويسد عليه، كاين اللي كيتهرس وكيخرج كيغوت وكيهرب وكيسمع في كل شيء موراه، وكاين اللي كيتهرس وكيدير كيف ما دار ياسين الله يرحمه. حنا الا تجمعنا اليوم ما بغيناش هاد الحادثه ديال ياسين تعاود. ياسين ما بقاش سميه وما بقاش شخص بيناتنا، وانما ولا رمز بزاف ديال الناس اللي كيعيشوا هاد الظروف اللي خايبه، بزاف ديال الناس اللي عايشين تحت الضغط، بزاف ديال الناس اللي حتى واحد ما كيسمعهم وما كيتصنت ليهم. المشكل اللي وقع عندنا هو اننا كنعتبروا وكنقولوا بان اخيب نوع ديال المرضى هما الاطباء. حنا ملي كنشخصوا راسنا كنسحبوا راسنا عارفين وكنثقوا في الحكم ديالتنا على راسنا، وما كنرضاوش نهضروا مع غيرنا. ملي كتزاد الضغوط ضروري اي كاس عنده واحد الحجم اللي كيعمر كيفيض، وهذا الشيء اللي وقع لياسين وما بغيناش يوقع للناس اخرين. كاين بزاف ديال الحوادث اللي دازت وبقى مسكوت عليها، وخرجوا الناس من بعد سنوات كيهضروا عليها. كاين الناس اللي معانا هنا عايشين الان تحت ضغوط ما علم بها غير الله وهما، ويقدروا هما براسهم ما يكونوش عارفينها وهاملينها ومخليينها حتى النهار اللي غادي تبان بواحد الحدث بسيط. كيف ما قلت في الاول، حنا ما كنقصدوا حتى واحد بالاسم او الصفه ديالو. لا داعي لشخصنات الامور، ولا داعي لاخذ الموضوع لواحد السياق اللي ما غيربح فيه حتى واحد. كاين واحد المنبر اعلامي معكم اليوم اللي خرج بواحد التصريح
كيحاول يقول فيه بان هذا السيد ربما كان مريض، ربما كان كياخذ ادواء. هاد التاويلات ما كاينلاش، لانه اذا دخلنا في ربما غادي نفتحوا الباب للشيطان، وحنا ما بغيناش الشيطان يدخل بيناتنا. فربما كاين بزاف ديال الحوايج اخرين اللي حتى واحد ما غيبغي يهضر فيهم طالما انهم ما كيعنيوش الموضوع ديالنا. يا سيد كيف ما كيتبت الملف الطبي ديالو اللي كاين في الاداره انه ما كان كيعاني من حتى شي مرض قبل ما يدخل على السيرفيس، وبالتالي ملي كتجي دابا كتقول انه كان مريض تحت ادويه، فهذا الشيء كيزيد ياكد كيأكد الاقوال اللي كتقول بان السيد كان كيعاني في المصلحه. فلذلك الله يرحم الوالدين، لا داعي لفتح هذا الباب، وخليونا نناقشوا الموضوع من زاويه عامه من منظور شامل. لابد من مراجعه طرق التكوين والتقييم في نظام التكوين الطبي. راه الامور غدا وكتقدم، الامور غدا وكتطور، وشحال من حاجه كنا كنديروها حنا كاطباء تبت العلم والوقت انها كانت خاطئه. باش بالتقدم ديال العلم اللي جا الوقت اللي درناها كنا كنعتبروها صحيحه، من بعد بالمراقبه وبالتتبع تبت انها غلطه. فلا حرج انك تعترف بان بعض الاساليب اللي تكونت انت بهم هذا الوقت ما بقاوش صالحين. الشخصيات ديال الناس كيختلفوا، القدره ديال التحمل ديال الناس كتختلف، الاعتبار ديال الناس للظلم او الحقره كيختلف. لذلك اللي كنطالبوا به هو يكون اشراك ديال جميع الفاعلين في قطاع التكوين الطبي، وعلى راسهم المعني الاول بالامر اللي هو الطبيب والطالب، من اجل استماع المشاكل اللي كيعيشوها وايجاد حلول انيه للوقوف عليها والتخفيف من حدتها ومن التاثير النفسي ديالها على هاد الناس. راه ما كنظنش كاين شي واحد في المغرب اللي التكوين ديالو كيستمر 14 ولا 15 سنه، ما كنظنش كاين شي واحد اللي كيخدم 48 ساعه متابعه ونهار الثالث كيبدا طرافاي نورمال مع 8 الصباح. الواحد راه ما كيديرش لا سيست كيضرب اللي حداه، فما بالك انسان مدوز يومين في السبيطار ونهار الثالث كتطلب منه يخدم عادي ويتعامل عادي. ما كاينش شي بلاصه فيها انسان كيدير خدمه ناس اخرين. علاش؟ المصلحه ديال المريض. لحقاش الا ما دفعش بالمريض الشهري وما غيوصلش، الا ما مشاش طلب ليه على الموعد ما غياخذوش، الا ما مشاش قلب وسول على الدواء ما غيوصلش ليه. هادشي حنا عارفينه ماشي خدمته، ولكن كنديروه. علاش؟ لحقاش الواجب ديالي، الواجب هو ان داك المريض يداوى. بعض المرات هاد كثرت التركيز على تأدية الواجب كتخلي الإنسان يهمل نفسه. في المقابل إلا سمح في هذا الواجب فالضمير ديالو ما غيخليهش، لأن اللي كيتليزا في الأخر هو المريض. وعوض ما يتليزاو 4 5 6 ديال المرضى، هذاك الكوميل كامل كيتجمع واللي كيلقى راسو ليزي هو هاد الطبيب. للأسف ما انتبهنا لهذا الشيء حتى مات ياسين الله يرحمه. كنظن أنه كل ما وقعش الحادثة وجات بهاد القسوة وبهاد الوقع ما كناش غنردوا البال أو ما كناش غنشوفوا جيتها. كيف ما قلت لكم، هي غابه مدرقه بواحد الشجره، هاد الشجره طاحت بالمدير ياسين الله يرحمه. كنتمنى اننا ندخلوا لهاد الغابه ونقلبوها، الحاجه اللي خايبه فيها نحيدوها، نخليو الضوء ديال الشمس يضرب فيها وردوها بلاصه اللي الانسان جاي ليها فرحان وهو داخل ليها. لحقاش غادي ينفع ويتنفع. راه الوقت اللي كتوصل عليك 8 ديال الصباح وانت خايف تجي للخدمه، فهذا بحد ذاته راه كيشكل مشكل كبير لاي انسان. فما بالك الطبيب اللي كيجيو عندو الناس وكيحطو صحتهم وارواحهم تحت يدو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.